قطار الشباب بيتم على مرحلتين، الأول البنات بينزلوا معانا في مدينة الأقصر، إقامة في المدينة الشبابية بتاعتنا في الأقصر، وبعد كده الشباب بيتوجهوا إلى أسوان في برنامج سياحي ثري جدا في الأقصر، الهدف منه طبعا التعرف على كافة المعالم الأثرية وما يميز كل محافظة. طبعا بتتحط كأنها جوه كل قلب كل شاب، لأنه جات له فرصة كبيرة أنه يتعرف على حضارة بلاده، وكمان الرحلة مدعمة بشكل كبير جدا من خلال وزارة الشباب والرياضة. عرفنا عن طريق دعوة وزارة الشباب والرياضة عن طريق صفحة الفيسبوك طبعا، فتابعنا، وطبعا ده إشاعة عظيم وحاجة حلوة لينا طبعا ولمصر. الفكرة حلوة جدا كسعر وكموضوع، أول تجربة ليا الصراحة أنا وإخواتي، فيا رب تبقى على خير يعني إن شاء الله. بصراحة حاجة عظيمة جدا وحلوة وكمان مش غالية، هي في متناول الشباب، وأنا عرفتها عن طريق النت وقرايب. دي مش أول سنة نطلعها، طلعنا مع الشباب والرياضة من كام سنة، وهي بصراحة تحفة جدا، أنا عرفتها من على موقع الوزارة أصلا. وحقيقي احنا ما بنعملش حاجه بره البرنامج، احنا فعلا البرنامج فيه كل حاجه، مش مدينا فرصه نعمل حاجه من كتر ما هو تحفه. احنا قدمنا برضو من على جروب من على الفيس ان تبع الشباب والرياضه، وبصراحه فكره لطيفه وجميله، ان هي كانت اصلا من امنيه حياتي ان انا اطلع حاجه تبع اسر واسوان. البروجرام كمان حلو جدا وفي تفاصيل كتير حلوه، كمان فكره ان التكلفه تكون بسيطه كده، برضو لو طلعتها لوحدي هتبقى مكلفه اكتر من كده بكتير طبعا. هو النهارده طبعا بكل سعاده بندشن الموسم الجديد لقطار الشباب، في وجودي وطبعا التعاون الكبير جدا ما بين وزاره الشباب ووزاره النقل، يعني معالي الوزير الحقيقه الفريق كامل مسهل كل حاجه، ومش مسهل مخلي كل حاجه شكلها كويس جدا جدا. والنهارده كامل للتاكد السيد العميد حسام كمان يمكن بيوريني الحاجات الجديدة اللي موجودة حتى في محطة القطر والدفع الإلكتروني، يعني حاجة مختلفة تماما، وشكل القطار نفسه، وحتى إن شاء الله الوصول بتاعه أكيد. يعني الشباب المصري أصبح علامة مميزة جدا إن هو رحلة الشباب من خلال قطار الشباب الأقصر وأسوان، في حالة دايما بتكون من الإيجابية ما بين الدولة المصرية المجسدة في وزارة الشباب والرياضة ورحلات الشباب باستمرار، سواء قطار الشباب في الأقصر وأسوان، أو إحنا عملنا برنامج جديد من وجه قبلي من الصعيد إلى وجه بحري، وعملنا كمان برنامج جديد إلى الوادي الجديد. الشباب المصري لازم يروح كل مكان في مصر ويشوف كمان البنية الجديدة والمشروعات الجديدة اللي بتقوم بها الدولة المصرية. طبعا أنا برحب بمعالي الوزير في محطة سكة حديد وفي قطر الشباب تحديدا، اللي هو دايما مهتم ان هو يحضر اول رحله في انطلاق القطر، والقطار ده من سنه 84 هو شغال، واحنا مستمرين مهما كان ضغوط مهما كان في ظروف، الا ان القطر ان شاء الله يستمر، ورحله سعيده لكل ابنائنا، وان شاء الله يوصلوا في الميعاد ويقضوا رحله سعيده ويرجعونا بالسلامه. نهني وزاره الشباب والرياضه على اساس اول تدشين اول رحله قايمه للوجه القبلي من خلال وزاره الشباب، بيتم تجهيز القطر ده على أعلى مستوى من نظافة ومن تعقيم، بيتم تعقيم القطر بصفة مستمرة قبل قيامه. عايزين الشباب تعرف يعني ايه سكة حديد، يعني ايه وزارة النقل مهتمية جدا بناء على البروتوكول المبرم ما بين وزارة الشباب ووزارة النقل، ان كل الدعم وكل سبل الراحة للشباب ان شاء الله.